المحطة الحرارية لمدينة المحمدية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار، فليتفضل أحد واضع السؤال مشكورا. تفضل سيد النائب. سيد الرئيس، سيد الوزراء، سيدات والسادة النواب المحترمين، تعاني مدينة المحمدية منذ مدة طويلة من إشكالية التلوث الناتج عن استعمال الفحم بالمحطة الحرارية للمدينة، وقد نتج عن هذا الوضع البيئي الخطير انعكاسات سلبية على صحة الساكنة بشكل عام، كما أن مقذوفات هذه المحطة الحرارية بعرض البحر مباشرة يجعل من شاطئ مدينة المحمدية أكبر فاجعة بيئية تعرفها المدينة منذ نشأتها. وإذا كنا مع تشغيل المحطة الحرارية نظرا لدورها الاقتصادي وعلى مستوى توفير الطاقة محليا ووطنيا وكذا على مستوى توفير مناصب الشغل، فإننا نسائلكم اليوم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات التي ستتخذونها للحد من التلوثات الناتجة عن المحطة، مع الدعوة لاستعمال الفحم ذو الجودة العالية الكفيل بالحد من هذا التلوثات، انسجاما مع السياسة المولوية الداعية إلى الحفاظ عن البيئة والطاقة النظيفة الخضراء، وانسجاما مع محاور برنامج الحكومة ومقتضيات القانون المالي. شكرا سيدي. تفضل سيدي الوزيرة. تفضلوا السادة النواب المحترمين. تفضل السيدة الوزيرة. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، المسألة ديال الحد ديال التلوث الجوي الناجم على انبعاثات المحطات الكهربائية بشكل عام، وطبعا محطة ديال المحمدية بشكل خاص، فكما تعلمون هذه الوزارة خاصة بعد التسمية ديالها الجديدة كتولى أهمية قصوى للتدبير البيئي للوحدات الإنتاجية للطاقة الكهربائية، وعندنا واحد المبادئ توجيهية في وضع وتنفيذ برامج التجهيز الكهربائي وتنفيذ مبادئ الميثاق ديال البيئة والتنمية المستدامة والتخفيض التدريجي لمساهمات الفيول في مزيج الطاقة وتشغيل وصيانة الوحدات الصناعية. والإجراءات اللي خديناها واللي غادي نستمروا في الأخذ ديالها، أولا تكلمت على جودة المحروقات، فكتستعمل هذه المحطة محط المحروقات اللي هي وافقة لخصائص التقنية اللي موصى بها من طرف المصنع، والفيول الصناعي المستعمل مرخص من طرف الدولة، مسوق من طرف الموزعين المعتمدين حسب المعايير المنظمة للمجال، وتتم مراقبة وتتبع جودة المحروقات المستعملة بهذه المحطة من طرف مختبرها الحاصل على شهادة إيزو 9001. والصيانة العامة واستعمال واستغلال الأمثلة للمنشآت، هذه المحطة الحرارية كتنفق ما يقارب 200 مليون ديال الدرهم سنويا في أشغال الصيانة ديال الوحدات الصناعية ديالها، وعملات تحديد ديال الوحدتين المشتغليتين بالفحم ما بين 2007 و 2012 في إطار مشروع ديال استثمار كان نهز 2 مليار ديال الدرهم، وكان فيه واحد الرفع ديال المستوى ديال النجاعة ديال التقنية والبيئية، وتم تقليص الانبعاثات الغازية على سبيل المثال عندكم أكسيد الأزوت اللي نقص ب 52% والغبار بنسبة 92%. فيما يخص التدبير البيئي ورصد، نبدأ بجودة الهواء، حنا حطينا على ضوء تحليل المعطيات ديال المحطات الثلاثة اللي كنهضروا عليها في المحمدية، تم وضعها في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة الهواء، وحنا كنشوفوا المعطيات اللي كتسجلها بطريقة منتظمة، فقد تم تسجيل في هذه الفترة اللي امتدة من فاتح يناير ديال هذا العام إلى 12 نوفمبر 2021، وخصوصا بعد قطع تزويد ديال بالغاز الطبيعي، كان في بالنسبة للجزيئات العالقة اللي هي PM10 تم تسجيل بعض التجاوزات. انتهى توقيت السيدة الوزيرة. تفضلوا السيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة. غير باش نرجع ايزو 9001 بالنسبة لابروتكسيون سي ايزو 14001،
بالنسبه للانفيرونمون دونك سان رين افوار. بالنسبه غنهضر معكم باش كلشي فهمنا. بالنسبه للمحطه ديال المحمديه لي زيفور اللي داروا راه حنا عرفناهم، مي اوني انكور لوان دي نورم. لي روجي ديريكت سون انتردي في البحر. سا سي انكرويابل، باقيين كنعيشوه. حنا اش كنتمناو منكم؟ كيف ما الناس كلهم واضعين امل كبير في هذه الحكومه، لانه تعطوا وعودات اللي ما عمرهم ما شافوهم. اليوم كنتسناو منكم باش تعطيونا برنامج ديال لابغريد ديال هذه المحطه ديال هذا لا سونترال اللي غادي يكون رياليست. ما كنطلبوش منكم شي ابغريد اللي ما يمكنش، عطيونا واقعي اللي غنثقوا فيه واللي غادي ديروه. حنا معروفين كانت مدينتنا كتسمى مدينه الزهور والرياضه الانيقه. التلوث ما كيضيق لا مع الزهور لا مع الرياضه. وكيف غنختم كيف ما قال واحد السيد عندنا محمديه معروف مولاي العربي الله، السيد النائب المحترم انتهى التوقيت. السيد النائب انتهى التوقيت. انتهى التوقيت سيد نائب محترم. هل من تعقيب اضافي؟ ما كاينش سيد الوزير.